قامة كبيرة من القامات الوطنية السياسية يغادرنا اليوم. سي خالد الناصري رحمة الله عليه أبلى البلاء الحسن. سي خالد الناصري رحمة الله عليه منذ السنوات الأولى من شبابه وهو يعتنق قضايا التحرر والاستقلال الوطني والدفاع عن الوحدة الترابية والدفاع عن قضايا حقوق الإنسان والحريات. خالد الناصري كان له مسار حافي من داخل حزب التقدم والاشتراكية، قاوم ناضل وكان إلى جانب مهنته كمحامي حيث دافع وترافع في كبريات القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان وبالاعتقال السياسي. إلى جانب ذلك كانت لخالد الناصري حياة مرتبطة بالقلم وبالصحافة وبالإعلام، حيث كانت مقالاته ثاقبة ورنانة في وقت كان فيه النقاش السياسي والجدل الإيجابي في أوجه. خالد الناصري أسس من داخل حزب التقدم والاشتراكية شبيبة الحزب. خالد الناصري كان من مؤسسي المنتدى المغربي لحقوق الإنسان. خالد الناصري كان له مسار وزاري يتذكره الجميع، وأنهى حياته بمهمة دبلوماسية بالأردن كسفير لصاحب الجلالة. هكذا كان سي خالد الناصري يمزج بين الجدية والمعقول في عمله وبين النضال المستمر من أجل مبادئه وقيمه بأخلاق رفيعة، حيث كان يؤكد دائما على ضرورة مزج السياسة بالأخلاق. وخالد الناصري صديق وأخ ورفيق، قضينا معا عقود من النضال المشترك وكافحنا معا وكتبنا معا وأنتجنا معا وفكرنا معا وواجهنا معا في أحلك اللحظات كما في أحسنها. يغادرنا اليوم سي خليل ونحن في أمس الحاجة إليه، المغرب في أمس الحاجة إليه، وحزبه حزب تقدم اشتراكية في أمس الحاجة إليه. سنحتفظ بذكرى خالدة لرفيقنا في صفوف حزبنا. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.